وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع هو المسكر، والمعازف هي الأغاني وما يعزف به من آلات الملاحي. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من ذلك، ولا يجوز استماع ذلك لا من نداءه ولا من غيرها.